للحديث أكثر ينضم معنا عادل الحسني القيادي في المقاومة الجنوبية. يعني سيد عادل، قراءتك لتطورات المشهد الآن في شبوة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أهني أبطالنا الضباط، صف ضباط وأفراد وأبطال المقاومة ورجال القبائل في شبوة على هذا النصر، وعلى ما أفرحوا به قلوب مظلومين في اليمن على أيدي عصابات محمد بن زايد الذين طغوا وبغوا في اليمن، الذين بنوا السجون السرية، الذين انتهكوا الهرمات، الذين أخذوا الأراضي، الذين وزعوا السلاح بين القبائل، الذين سفكوا دم الأبرياء. اليوم شبوة لم تنتصر لشبوة واحدة، بل انتصرت لليمن جميعا. فنحييهم على هذا الصمود الأسطوري، ونحييهم على هذه البطولة. وشبوة طبعا هي من كبرى المحافظات الجنوبية، حتى من كبرى المحافظات على مستوى الجمهورية. شبوة تبلغ مساحة 42 ألف كيلو متر. شبوة منطقة نفطية، شبوة تقع على شريط ساحلي ممتد في البحر الأحمر، شبوة فيها أعز قبائل اليمن. فالموقف في شبوة كان هو الموقف الصحيح الإيجابي، أن تقف هذه القبائل في وجه هذا الصرخ الإماراتي وعصاباته، وكسرته لله طيب. الحمد والمنة. الآن سيد عادل، بدأوا من عتق. هل تتوقع يعني أن يتغير الوضع على الأرض في أبين وعدن سياسيا وعسكريا؟ أقصد لك، دعني أشرح لك في مقتضى بسيط. بدأ الجيش الذي قاد المعركة جيش مدرب، بدأ بعتق ثم الصعيد ثم النقبة ثم حبان ثم عجان ثم مصفات بالحاب. نعم. وسيكون لها أثر إيجابي على أبين، فقبائل أبين قد تحركت وبدأ تحرير مناطق في أبين. تحررت منطقة لودر والمناطق الوسطى إلى صرة النخاعين، وانطلق الجيش إلى خط أحور. وفي هذه اللحظات التي أتكلمك فيها قبل لحظات، كانت هناك أطقم هاربة من أخواننا من الضالع ومن يافع، هاربين من شبوة، وبالفعل تم التعامل معهم، أخذوا عليهم السلاح والعتاد. نعم. وتم إرجاعهم إلى أهلهم سالمين غانمين. ردة الفعل الإماراتية الآن يعني حسب توقعاتك بعد هذه الهزيمة؟ الإمارات دولة معروف أنها لم تستسلم في 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 في, في عشية وضحايا، تتعدى أو دوما في توزيع السلاح، في بناء ميليشيات جديدة. فلن ترى اليمن خير، وهذا السرطان موجود على هذه البلد. هي عملها وشغلها الشاغل أن تزرع الفتنة بين الناس، أن تسلح القبائل فيما بينها البين. أنشأت نخب حضرمية، نخب شبوانية، واحدية، عولقية، أبينية، عدنية. نعم. ليس هناك منظومة جيش واحد، حتى يقتل بعضهم بعضا ويصف بعضهم دماء بعض، وهذا الذي حصل. لكن لله الحمد والمنة، الشعب اليمني اليوم عرف وتوعى ماذا يراد. شكرا لك. نعم. شكرا لك عادل الحسني القيادي في المقاومة الجنوبية.